راح نشوف رأي مواطن آخر طبعا في سيارة شيري، هو اللي يراه نشوفوه يقلب في أريزويت. واش رايك واش مالك تكون اخي فيما يخص الشكل؟ يعني الديزاين حاجه روعه، يعني ما تنتظرهاش من صناعه صينيه قبل 10 سنين او 15 سنه. الان يعني تضاهي الصفات السيارات الالمانيه او الغربيه، جوده روعه فيها. يعني بصراحه يعني انا نفسي جيت خصيصا باش نشوفها، قريت عليها في الجرايد وفي الانترنت قالوا شيري، ولكن اول مره نشوفها هكذا لايف، يعني سيارة ولا أروع بصراحة. يقول لك كلمة كي تشوف بعينك ثرية أحسن. لا في مواصفات سيارات عالمية، جودة عالية. الحق الناس يعني. بعض الناس يحوسوا أول الهضرة، يقول لك باللي شيري صيني. أنا يعني كما قال واحد ما عندي حتى يعني غارض من هذا التصريح تاعي، ولكن يقول لك أنا نفسي يعني منبهر بالجوده هذه. بالنسبه لحديثنا الاسعار، واش رايك؟ هذه أريزويت برو 530 مليون. 530 مليون بالمعنى نتاع تقريبا يعني بالدولار او بالاورو مانيش عارف شحال، ولكن تقدر تقول سعر ممتاز. يعني مواطن تونسي متزوج بجزائريه، كان حديث تصريح هنا قبل دقائق من الان، قال لك نقول الجزائر تندم واسعار. لا سعر تنافسي لانه انت بالسياره هذه اللي كنت بهذه الجوده ما تلقاهاش بهذا السعر، مستحيل. انا نقولها لك يعني. وهذا من دون شك ناكدوا عليه انه هذا الاسعار راح يطيح السوق، هذا اللي اكيد عاث فسادا في الارض. والله العظيم صح العوديه اللي يعاود السيارات هذه. بالنسبه مثلا السياره مثل هذه احسن كثير مثل من الفيات، هذه كثير احسن، تنافس بقوه. هذه تنافسها بكثير بصراحه. مشكور على صحتك. وزيد هذه يعني لاوت جام، هذه يعني ياخذها واحد يعني كما نقول بصح بالمعنى سياره يعني باش يكسبها يعني صح لؤلؤه. وهذه دائما نعاود لكم تقولها بونجور تعاود ترجع لك، تلقي لها سلام ترجع. ايه فويس كوموند، يعني اخر تكنولوجيا، يعني تكنولوجيا رائعه بصراحه. مشكور على صحتك سيدي. العفو، شكرا. بارك الله فيك كما تابعتوا. تكون من نصيبي ايضا، انا نفسي نحوس على سياره ان شاء الله. صراحه التوفيق ان شاء الله، ربي يكتب المكتوب. كما تابعتوا التصريح، لا ليس لنا فيه لا جمل ولا ناقه، وانما تصريح صريح جدا من مواطن جزائري، قال لك بلي لاوت جام سياره فخمه باتم معنيه الكلمه، ولكم الخيار طبعا. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.